فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم مع ما ذكرناه من الفضل فيهم وعدم العبرة بالنسب والمكان مبني على أصل، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلوب ما لا يقتضيه سكن البادية، كما أن البادية توجب من صلابة البدن والخلق ومتانة الكلام ما لا يكون في القرى، هذا هو الأصل، وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع، وكانت البادية أحيانا أنفع من القرى. هذا عود على ما سبق في أن أهل الحاضرة في الجنس جنس أهل الحاضرة أفضل من جنس أهل البادية، والسبب في ذلك أن البادية يغلب عليهم الجفاء وعدم العلم والغلظة في الطبايع، وأما الحاضرة فالغالب عليهم العلم والهدوء والتربي على الخصال الطيبة، هذا من حيث الجملة. أما من حيث الأفراد فربما يكون في البادية من هو خير كثيرا من في الحاضرة، فالبادية فيها منافقون والحاضرة أيضا فيها منافقون كما سبق وكما يأتي. فالعبرة ليست بالوطن وليست العبرة بالنسب ولا باللغة، وإنما العبرة بصلاح القلوب واستقامة الأعمال، هذا هو المقصود من هذا الأمر. ولهذا نهي عن دعوة الجاهلية وعن التفاخر في الأحساب والأنساب، نهي عن ذلك لما فيه من الاعتزاء إلى غير الدين. وكما سبق أن الأسماء منها ما هو محمود كالإيمان والإسلام، ومنها ما هو مذموم كالكفر والنفاق والفسوق، لما تدل عليه هذه الأسماء من المعاني. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك جعل الله الرسل من أهل القرى، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وذلك لأن الرسل لهم الكمال في عامة الأمور حتى في النسب. نعم، هذا كما سبق أن الحاضرة في الغالب يكون أهلها أفضل من البادية، لأن الغالب أن الحاضرة يكونون أهل أدب وأهل تربية جيدة ورقة في الطبع، بخلاف البادية فيغلب عليهم الجفاء ويغلب عليهم خشونة الطبع، هذا من حيث الجملة، وإلا فقد يوجد في البادية من هو خير من الحاضرة كما تكرر ذلك. والشيخ رحمه الله يقول: إن الله جل وعلا لم يبعث نبيا إلا من أهل الحاضرة، هذا مما يدل على فضل الحاضرة على البادية، لأن ساكن الحاضرة في الغالب يكون مهذبا ومؤدبا وناشئا على حسن الخلق والآداب الطيبة، فلذلك يبعث الله الرسل من القرى. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. والقرى جمع قرية، وهي محل اجتماع الناس وسكناه، من أهل القرى. وقال سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتي، في أمها، في أم القرى. ولهذا بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة وهي أم القرى، لأن القرى ترجع إليها، فالقرى في الغالب لا بد يكون لها حاضرة ويكون لها إدارة ترجع إليها، وحاضرة القرى وقاعدتها هي مكة المشرفة وفيها بيت الله العتيق، فلذلك اختار الله منها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم.